السلام عليكم. بالنسبه لي انا كعميد فريق الوداد وبالنسبه للمقابله اللي لعبنا البارحه مع فريق الترجي، انا كنظن زعما حشومه باش تلعب نهائي بهذيك الطريقه. كما كيعرف الجميع خرج عميد الفريق ديال فريق الترجي كيقول بالله راه الحكم دوا معنا قبل المقابله على قبل الفار بالله راه ما كاينش، وانا ما فهمتوش. انا الحكم ما دواش معايا كاع على الفار، انا ما هضرتش مع الحكم بتاتا، هضرت مع الحكم انا في التراج على فغادي كل فريق فغادي يلعب، وانا ماشي في التخصص ديالي باش غادي يجي الحكم وغادي يدوي معايا في الفار واش غيكون ولا ما يكونش. وانا كاع الا بغا يدوي معايا كاع انا الحكم على الفار راه ما كاينش، كيعيط لي انا كعامل الفريق وكيعيط لعامل الفريق ديال الفريق الترجي وكيعيط للاداريين اللي خصهم يوثقوا داك الشيء كتابيا. عاد غنعرفوا حنا الفار فار واش كاين ولا ما كاينش، شي بتاتا ما كاينش كاع. وبالنسبه حنا المقابله، حنا بدينا المقابله بقينا لاعبين، تسجل علينا هدف، بقينا لاعبين، كلشي شاف الدقيقه 19 ولا الدقيقه 20 كيفاش بداو كيحتجوا على الفار اللاعبين ديال الترجي وكيمشيو على الحكم ويقولوا لي رجع للفار رجع للفار. احنا ملي الحكم قال لنا في البدايه راه ما كاينش الفار، علاش المدرب والطاقم كله ديالهم كيحتاج على الفار؟ تسجل علينا هدف، بقينا لاعبين، جات ضربه جزاء ديالنا ضربت في المدافع ديال الترجي، ما احتسبهاش الحكم، مشينا عندو كنحتجوا عليه حنا ثلاثه ديال اللاعبين. ورك على الجهاز السلكي اللي عنده، دار راسو بحال اللي كيهضر مع دوك الحكام اللي في الفار، شويه قال لنا لا ما فيهاش ضربه جزاء، وبغى يجبد لنا ورقه صفراء. رجعنا حنا قلنا راه صافي شافوا في الفار ماشي ضربه جزاء، بقينا لاعبين. اذا كنتفاجئوا ملي كيتسجل الهدف، رجعنا عندو بقينا كنحتجوا عليه رجع للفار رجع للفار. اذا خلينا الاربيط سي قاسمو، مشينا عند الاربيط الرابع وقفنا كنقول ليه رجع لنا للفار خليه يشوف اللقطه. كنتفاجئوا قلنا بالله الفار راه ما كاينش، بدينا كنحتجوا، بدينا كنهضروا مع الحكام. جريده تاكناوتي هو اللي كيجد اللغه الانجليزيه مزيان، هضر معاه قال ليه حنا راه باغي نكملوا الماتش ديالنا، شوف لنا الفار واش الهدف هدف ولا ماشي هدف. مشى للفار كلشي شافو بقى واقف، هو رجع قال ليه صافي دابا راه الفار غيخدم صافي رجعوا تلعبوا. قال لي رضا لا خصني نشوفوا. قال ليه الهدف واش مشروع ولا ماشي مشروع؟ قال لي لا راه ملي قال لي تماركي الهدف كان الفار خاسر. حنا دابا الحكم كينتقد كيتناقل بالهضره ديالو، كما قال الكابيتان ديال الترجي كيقول لك بلا راه قال لنا الفار ما كاينش، دابا شويه الفار ما كانش خدام، شويه ولا خدام شويه. حنا ملي تسجل الهدف ديالنا كانت واحد ليكرو كلشي شافه مكتوب على الفار محطوطه تما، ملي تسجل الهدف تهرسات، مشى الزناهري وراه كاع العالم كامل شافه مهرسه تما، داركوا الموقف بالزربه وجاب واحد اخر حطوها تما. ملي تسجل الهدف ديالنا شي واحد واش من المسير ولا من المكتب ديالهم ولا من الصطاف اللي كان تما مشى ديك ديال الفار وهرسها، حيت حنا تانا شاف عيني بهرسها. هذا هو المشكل اللي وقع، وحنا بقينا مركزين صراحه باش نتفاداو المشاكل بتاتا، حيت حنا داكشي اللي شفنا تعرض ديال الجماهير ديالنا زعما راه حشومه. وبالتوصيات ديال السي الرئيس ملي مشينا من هنا قال لنا غادي نمشيو تلعبوا، ما ديروا لا مشاكل لا حتى شي حاجه، لعبوا الكره الا كتستاهلوا تربحوا غتربحوا، ما كتستاهلوش تربحوا، ما ديروا لا شغاب لا مشاكل، راه كاين الجماهير ديالنا كاينين الصحفيين ديالنا، راه الا درتوا المشاكل في التيران راه الجماهير ديالنا غاديين غيثوروا وغيتكرفصوا على الجماهير ديالنا، حنا ما باغيش ندخلوا معاهم في هذه المشاكل هادو. وداك الشيء اللي درنا حنا بقينا مركزين، بقينا في المقابله حنا ما بغيناش نخرجوا كنتسناو غير الفار باش يخدم كما قالوا لنا، بقينا كنتسناو حتى كنتفاجئوا بالحكم كيعلن على النهايه ديال المقابله. صافي ملي صفر الاربيط حنا ما بقى عندنا ما نقولوا، حضرنا راسنا مشينا في حالتنا، حنا نزل عنده واحد من المنصه ودخل عند الاربيط ما عرفتش اش قال ليه، صافي نصل الجاكيطه ديالو اللي كان لابس حتى هو صفر على نهايه المقابله، وما فرحوا حنا حضرنا راسنا مشينا في حالتنا باش ما ندخلوا معاملة بمشاكل لا حتى شي حاجه.